السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تشرق الشمس بنور صباح يوم جديد منبعث بالأمل والتفاؤل، فاسعد الله صباحكم كل خير مشاهدينا ومستمعينا في حلقة جديدة من برنامجكم صباح العيد في رابع أيام عيد الأضحى المبارك. عاد الله علينا وعليكم كل خير. صباح الخير يا نور. وسعد الله صباحك يا نيلة، ويا هلا ومرحبا بكم مشاهدينا ومستمعينا في كل مكان، وكل عام وانتم بخير. وطبعا يتجدد لقانا في اليوم الرابع من صباح العيد. اليوم ان شاء الله ضيوفنا مميزين، وبنبقى معاهم في اجواء العيد. بتكون معانا الاستاذه منال المسلم، والفنانه التشكيليه شيماء اليافعي، والمبدعه في فن الكروشيه خديجه الصاير. يا هلا ومرحبا فيكم، كل عام وانتم بخير. وبعد معانا الطفل الصغير ناصر الصايغ، يا هلا ومرحبا فيكم وكل عام وانتم بخير. وانتم بخير، حياكم. ضيفاتي ومشاهدينا في بداية صباحنا لليوم، خلنا نسمع معاكم أغنية العيد، يا العيد عود. ومن هالأغنية الحلوة خلونا نبدأ حديثنا مع ضيفاتنا اللي شرفونا اليوم في استديو صباح العيد. معنا اليوم أستاذة منال المسلم، مديرة التثقيف الصحي بالمركز الوطني للسكري، مؤسسة حمد الطبية، واللي راح تقدم لنا مجموعة من النصائح اللي تفيدنا. طبعا هذه النصائح غذائية وتفيدنا في العيد وبعد العيد بإذن الله. يا هلا فيك أستاذة، وكل عام وانت بخير مرة ثانية. وانت بخير، حياكم الله. وايضا بنتشارك بعد مشاهدينا اجواء العيد اليوم مع الفنانه التشكيليه شيماء اليافعي. مبارك عليك العيد يا شيماء، وكل عام وانت بخير. تسلم لكم، انت بخير ان شاء الله. وايضا معنا خديجه الصايغ اللي بنتكلم وياها عن زينه العيد اللي حضرتها بنفسها. كل عام وانت بخير خديجه. صحه وسلامه، عساكم العيدين سعيدين. عساكم العيدين. اليوم بعد جبتي لنا معك ولد اخوك، الله يحفظه ويخليه ان شاء الله.
نبتدي حوارنا مع ضيفاتنا نور؟ نبتدي على اليمين استاذه منال. اول شيء قبل ما نبتدي في حوارنا وموضوع التغذيه، خلينا نتكلم عن العيد، شلون كان جدولك في العيد؟ والله انا كنت في مهمه رسميه، يعني في مسافره، كان عندنا اجتماع بخصوص تطوير طرق تطوير التثقيف الصحي في على مستوى العالم، وكنا احنا الدوله العربيه الوحيده المشاركه الحمد لله. الحمد لله. ورفعنا اسم قطر عالي في ان شاء الله في هذا الاجتماع، وكان اجتماعنا موفق، وان شاء الله ناقشنا فيه عده استراتيجيات جديده، وكانوا يعني متفاجئين، يعني كلهم هم دول اوروبيه، دول امريكا وبريطانيا الدنمارك استراليا، دول عديده متفاجئين بالاشياء اللي احنا يعني قاعدين نسويها بالخطط، خاصه ورشه ائمه المساجد يعني اشادوا فيها واخذوا منا الفكره، ان هاي الفكره كانت يعني جديده بالنسبه لهم. ان شاء الله باذن الله يعني نكون بهالاجتماع رسخنا بعض الاساسيات او الاستراتيجيات الجديده. راح تشارك دوله قطر في وضعها بشكل عالمي، وراح ان شاء الله لما تصدر يكون اسمنا موجود معهم ان شاء الله. باذن الله. يعني هاي ثلاثة ايام العيد اللي قضيتيها؟ اي والله انا رد امس، اول امس الساعه 2:30 او امس الفجر، يعني العيال عيدوا بروحهم هني وانا كنت في مهمه رسميه. بس اكيد عوضتيهم امس عن الاجواء، قعدتي معاهم؟ لا اكيد، الحمد لله. الحمد لله. ننتقل لشيماء. شيماء، انت صاحبه يعني نقول القلم اللي دائما يبدع برسوماته بفنه، شلون كان العيد وياك؟ الحمد لله قضيته مع يمة الأهل وفرحة العيد، وقضيناه زوارة، هاي في أول يوم العيد، وثاني يوم العيد قضيته في عرس رفيجتي، ما شاء الله عليها تزوجت. و الله يبارك لها العيد، أنت عيدين. أي ما شاء الله. الله يبارك لها ويوفقها. وثالث يوم العيد قضيته هم بعد في زوارة لحد الحين. يعني ما رحتي شفتي الفعاليات؟ ما لحد الحين ما طلع لنا برا. يلا إن شاء الله تروحين. ان شاء الله باذن الله. اختي خديجه، شلون الاجواء مع اليهال؟ والله حلوه، مختلفه السنه يعني. زين. ليله العيد كنت بيت رفيجتي نجهز حق العيد ونسوي الزينه وهاي، ثاني يوم يعني غدا العيد مع الاهل. اول يوم سويتي قولي لنا؟ يوم العيد ما سويت. جهزتي سويتي؟ والله سويت شو اسمه حق الحلاوه، يعني قاعده واسوي، وعقب عيت على خواتي وابوي، وعقبها والله طلعنا ورحنا عشان نعيد على الوالدة الله يرحمها. الله يرحمها. ناصر، شو اخبارك؟ بخير. ناصر، ايش سويت في العيد؟ راحت البيت الجديد. ايه، راحت عيت، وجاء ضيف عندنا وعيت، بعدين خلاص. خلاص. زين، كم حصلت؟ 3,059. وشنو راح تسوي في العيدية؟ أشتري فيها سيارة وبيت. ما شاء الله. بس 3,000 ولا بتجمعها؟ بتجمعها لين تكبر عشان تشتري لك سيارة وبيت. إيه. ما شاء الله عليك، الله يحفظك. وين رحت في العيد؟ ما رحت مكان، بس البيت الجديد. ما رحت الفعاليات؟ ما رحت الألعاب؟ ما طلعت؟ أمس راحت فعاليات. أي فعالية رحت؟ راحت عرض المهرج وذورة حق أختي. استانست. إيه. بعد ما ناوي تروح مكان ثاني؟ يلا عشان توديك عميمة اليوم. أحسن لا تصرف فلوس، جمعهم. مكان. زين أستاذة منال، نرجع حق حوارنا، يعني التغذية الصراحة الواحد ينسى الجيم، ينسى الرجيم. في العيد خاصة عيد الأضحى. خاصة عند العيش واللحم. وبعدين يبتدون خلاص من أول العيد، نقول حتى نيون الحجاج يعني يوصلون يسوون لهم الغداء والعشاء. طبعا يعني هذه عاداتنا وتقاليدنا، ما نقدر يعني نغيرها، لكن ممكن نغير في طريقة الطبخ أو طريقة تقديم الأشياء. طبعا احنا الأكل الرسمي عندنا في العادة في المناسبات هي المكبوس. والمكبوس عبارة عن يعني بروتين اللي هي متمثل في اللحوم، والكربوهيدرات متمثلة في العيش. فعشان نزيد من القيمة الغذائية للمكبوس، ممكن نقدم معاه نوعين من السلطات الخضراء مثلا، أو نقدم معاه مثلا صحن جرجير بربير بدون تقطيع، يعني بطريقة احنا أهلنا في القدم كانوا دائما مع المكبوس مع البرياني لازم يكون الجرجير حاضر، البربير حاضر، البصل الأخضر، رويد، هاي كانت حاضرة. هالحين لا، حاصلين انها بدات تختفي، بس المكبوس يكون موجود بروحه. طبعا ممكن بعد مثلا الام او ربه البيت
إذا الطبخ كان في البيت إنه ممكن يشيلون الجفل مثلا يخففون نسبة الدسم. نعم. لأن نعرف أن الدهون تعطينا كمية سعرات حرارية عالية، فكل ما قللنا منها نشيل الجفل. إنزين، في ناس يحبون أساسا الجفل، في ناس يحبونه طبعا. هل هالحين يعني هي الدراسات الأولى كانت تقول أن الجفل ضار جدا، وهو سبب رئيسي اللي وراء السرطان وسبب رئيسي اللي وراء الأمراض القلب والشرايين. نعم. لكن الدراسات الحديثة أثبتت أن الزيوت الطبيعية أو الدهون الطبيعية اللي جاية من الجفل أو من الزبدة الطبيعية هي غير ضارة، لكن هي كمية الأكل كمية هذه، لأن إحنا كل جرام تقريبا من الدهون يعطيني 9 سعرات حرارية، بينما كل جرام من مثلا الخضار أو الفواكه ما يعطيني سعرتين أو أقل من سعرتين حراريات. فلما نجي إن نشوف إن كمية الأكل اللي يأكلها الشخص مثلا هي دهون زائد كربوهيدرات، وكل جرام الكربوهيدرات يعطينا 6 سعرات حرارية، فنشوف إن كمية السعرات الحرارية قاعدين يستهلكها الشخص أكبر من كمية الطاقة اللي يصرفها. زين، في الحالة أنا شو أسوي يعني؟ في الحالة هذه تراكم الدهون في الجسم ويزيد وزن الجسم طبعا، والزيادة الوزن هذه تسبب لنا الأمراض بطريقة غير مباشرة. لكن الزيوت اللي هي تسبب بطريقة مباشرة أمراض القلب والشرايين والسرطانات هي الزيوت الصناعية المهدرجة. نعم. اللي هو مكتوب عليه زيوت نباتية أو زبدة مهدرجة أو زبرة، يعني لازم الشخص دائما يكون واعي ويقرأ المحتوى تبع الكونتينر أو العلبة اللي يشتريها، سواء من زيت أو زبدة، ويبتعد دائما قدر الإمكان من عن الزيوت المهدرجة أو الزيوت المصنعة. نعم. بالنسبة للكميات طبعا لازم تكون محسوبة، لأن مثل ما تكلمنا أن الدهون هي أحد العناصر الغذائية المهمة للشخص، ما نقدر نشيلها تماما من الوجبة الغذائية ولا من حسبة اليوم كاملة، لكن بكميات بسيطة فنقدر ناكل مكبوس. لكن طريقة طبخ المكبوس ممكن تتغير، أنه ينشال الجفل وينقط وتنترك كمية، أو أنه مثلا الجفل لما ينطبخ العيش يعني ما ينطبخ كل الماء، ممكن تأخذين الماء من ماء الخروف شوي وتضيفين عليه ماء عادي على أساس أن الكمية الزيت تكون أقل. لكن البرياني بعد ينحط فيه أشياء كثيرة، والبرياني نفس الشيء. البرياني نفس الشيء، بس هو يرجع لطريقة الطبخ. هي يعني هالحين المفروض أن نزرع الوعي الصحي في تغيير طريقة الطبخ. لهذه للأسف أن في الكثير من البيوت يعتمد على الخدم أو الطباخين، ونعرف أن الدهن كل ما زاد أو الزيت كل ما زاد في العيش، كل ما كان العيش نثري وكل ما كان أفضل وطعمه أفضل، لأن الطعم للغذاء يجي أصلاً من مجموعة الدهون. فكل ما زودت الدهن كان طعم الأكل أحلى، وهذه لازم يكون فيها كنترول أو ضبط من ربة البيت يعني. نرجع يعني لو نتكلم عن العيد وأجواء العيد، أكيد كل واحدة فيكم ضيفاتنا لها ذكريات. شيماء، شنو ذكرياتك في العيد؟ أتذكر وأنا صغيرة كنا نعيد، هاي ما أنساها طول حياتي. كان أول عيد عيد فيه وأنا صغيرة، فكنت مع أخواتي وعلمتي إن نعيد في الشارع عند نزور البيوت شيء. فياني تي واحد هندي قال لي يبي يشيل الشنطة من عندي حقت العيدية، وأنا جيب كل نية أعطيته الشنطة، I don't know why I give him، ما أدري إيش أعطيته أصلاً، والأخ ذا هو راح، وأنا ما استوعبت إلا ما اختسرتني وين شنطتك، قلت لها أعطيته حق واحد هندي، قالت أوكي عديت راحت كريمة كريمة. والعيدية اللي جمعتها أخذها، يعني أنا معتل العيدية. لكن العيد الثاني كنت واعية أكثر، ها؟ حطت الشنطة بحزم. لحد الحين ما أنسى هالموقف، كان يعني كل ما ذكر الموقف أتذكر العيد يعني صراحة. أعطاني شيء يعني ذكرى عن العيد. زين، بعيد عن خلنا نتكلم عن العيدية وهالسوالف، لكن إذا بنعلق على كلام أستاذة منال، إيش عفست جدولك الغذائي في العيد فيه؟ صراحة لا تعليق. الأكل ننسى كل شيء طبعا، بس هو صح فكرتها إن طريقة الطبخ، لأنه ممكن لأن الواحد ما يقدر يستغنى عن أي شيء، فلو غيرنا طريقة الطبخ بيكون نفس الأكل بس إنه ناقص أشياء معينة فنقدر ناكله بشيء يعني. فهل ممكن؟ فعطتني فكرة عن الموضوع. يعني فهل ممكن يعني نعفس الجدول في العيد ناكل اللي نبيه بعد العيد نعدله؟ لا ما يصير، لأنه يعتبر هو يوم، وبعدين تزرعين عادات يعني الجسم مثل ما تعودينه. بس ممكن تعفسين بطريقة سليمة شوي، طريقة صحيحة شوي، يعني ما أتبع مثلا وجبة الغداء بعد أروح أتفاول مثلا أكل الحلويات العربية، تقليدي حلوياتنا كلها يعني إحنا
ما شاء الله دسمة وسويت زيادة وسويت فيها زيادة صح. والجو الحين بدأ يعتدل، فيوم العيد اللي يعفس يمشي زيادة، إذا هو عامل جدول نص ساعة يمشي يمشي 45 دقيقة يمشي أهم شيء طمنيني أهم شيء ممكن يعوض. خديجة كلمينا عن العيد الأول شلون كان وياك؟ والله أتذكر إني كنت يعني لازم أروح أشتري لي الفستان أنا ويا أمي. أتذكر مرة من المرات اشتريت لي فستان أصفر وأبوي ما يحب الأصفر يعني، ورحت وعيت والله وحصلت عيدية عودة يعني، أخرتها خسرتها على كنتوكي. أنا خسرتيها على الأكل. أستاذة منال تسمعك، أنت خسرتي فلوسك على الأكل. إيه بس لا الحمد لله حن يعني لو شافتني أستاذة منال قبلها بست شهور والله. بس تذكرينها صح؟ تذكرينها قبل. ذكرتي في موقف وإحنا وأنا في الفندق، فلما كنا في الاجتماع في الصبح في بوفيه الإفطار، أم خليجية هي مع بنتها، فالبنت حاطة كرواسون وكب كيك وشوكولاتة نوتيلا بدون ذكر الله، فقالت لها أنت أمس أكلتي، شوفي هذه كلها كربوهيدرات، هاي نشويات، هذه حلاوة، هاي كلها نفس المجموعة، لازم أنت درستي في العلوم أن داخلين الخمس عناصر، شنو الخمس عناصر؟ فعجبتني الأم طريقتها كيف راحت البنت قالت لها يعني ناقص صحني، قالت هاي ناقص، راحت حطت لها لبنة، حطت لها أطالع البنت أنا أتابعها، حطت لها خيار مقطع، وحطت لها وخذت لها كوب حليب، فقالت لها الشكل أوكي كامل، قالت لها إيه أفضل، بس ما يصير تعتمدين على نوع واحد. الحمد لله أن الوعي زاد. الوعي زاد يعني نفس الشيء، الأخت غيرت من طريقة الطعم. كان بس بيبسي وعيوش بس الحمد لله الحين في مشي في العيش يعني ما كله خلاص. شوفي العيش يعني في يعني فكرة خاطئة عند الناس. هو العيش إحنا ما نقدر نسأل، هو نوع من أنواع يعني عنصر مهم من عناصر الغذاء. وما نقدر نستغني عنه، بس هو الكمية وطريقة الطبخ. صحيح. نعم. إحنا هاي المشكلة عندنا في كمية العيش أو كمية الخبز. بعدين ممكن نأكل عيش وبعدين مع العيش أكل خبز. في ناس يأكلون خبز مع أو مع العيش، بعد ما يخلصون العيش يروحون يأكلون مثلاً بتيفور أو يأكلون. ثم هي نفس المجموعة. أنت أخذت يعني لازم يتبع الإنسان الحصص أي تعيدينها. لازم نرتب لنا أساساً جدول غذائي، ناكلش كثر واللي ناكله أساساً ما نعيد نفس اليوم. يعني حديثنا مستمر معكم ضيفاتنا وشيق عن العيد والتغذية، ولكن بنتوقف معكم الفاصل قصير وبنرجع نكمل حوارنا، خلكم معنا. نرجع لأجواء العيد وأجواء العيد، وشفتي الأطفال ما شاء الله وابتسامتهم مستمتعين في أجواء العيد. نرجع حق ضيفاتنا نكمل معاهم الحوار. خديجة أكيد أنت يعني نقول شاركتي مو بس في فالة العيد، أكيد شاركتي بعد في ترتيب البيت بتزينة، كلمي يعني عن مشاركتك. مو بشنو شاركتي سويتي؟
والله بس أجيب الحلويات وأحطهم في صوب يعني ما. شكلك أنتي وايد تحبين الحلويات. أنتي. لا ما أحب الصراحة الحلويات. ما تحبينها. غير اللي الحين قاعدين يشوفونه مشاهدينا شو اللي سويتي بعد؟ والله سويت عندي في البيت في بيت رفيجتي بعد يعني على طريقة ثانية لها. أو عشان هي عشان العيد وأول عيد لي عندها يعني في بيتها. قمت قلت لها ايش تبين؟ قالت لي أي شيء بس نبي نشوف يعني ايش يطلع منك. إبداعات خديجة. لا ما شاء الله أنت تبدعين. حطيت لها ورد وحطيت لها الكوفي حتى تقول كلهم ما يو حق فالة العيد يو حق الكوفي. يعني نشوف هالتشكيلتين في الشاشة يعني اللي قدامنا أروع ما يمكن. وإبداعات يعني كل ما الواحد سوى شيء أو شغل بيده كل ما يعني جذب الشخص اللي جاي يتفاول عنده. أنا حسيت إني حبيت هذه لأن قلت حلوة حق العيد. حلوة تعطينها حد من الحجاج يعني واحد جاي تحطين أي شيء عندك تحبين تهدينه وتزينينه بالحلاوة عندك في البيت يعني يكون مو بأنك تروحين والله تعانين تحسين إذا أنت سويتي الشيء غير عن لا ما شاء الله خيالك واسع تحبين تركبين الأشياء وتبدعين فيهم صح زين في الفاصل كنا نتكلم مع ناصر عن العادات الغذائية والأشياء اللي يأكلها فسألتك سؤال تحت الهواء بس بسألك يا حين إذا سويت لك برجر في البيت زين وجههم جايبين برجر من برا بتاكل أي واحد اللي من البيت اللي من البيت ليش لأن أحسن من ما المطاعم تعجبني خليك دائما شيء لا تأكلون أكل مطاعم ناس هذا شنو تعليقك بصراحة يعني أثلش قلبي وإن شاء الله أن نكون يعني هذا الجيل هو جيل عكس الجيل الحالي آمين إن شاء الله ويتجه يرجع لأكل البيت يكون واعي أكل الوالدة صح إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله بإذن الله زين شيماء يعني عندكم في البيت أكيد يهال فهل أنتم تنصحونهم أو لا تعودونهم على العادات الغذائية السليمة نعودهم على العادات الغذائية السليمة نعطيهم الأكل الهيلثي السويت طبعا نقلله ما خليهم يتعودون على الحلويات وايد ونعطيهم اكثر شيء الاكل الصحي نعم وايد حلو زين خلينا بعيد عن التغذيه خلينا نتكلم عن الفن في العيد هل رسمتي لوحه حق العيد ولا قبل العيد حتى رسمتيها حق العيد يعني شو الاشياء الفنيه اللي سويتيها في العيد هو للاسف ما شاركت لحد الحين فعاليه في العيد بس كانت لي مشاركه قبل العيد اشتركت في معرض وبس شنو النوع اللوح اللي قدمتيه في المعرض كانت فن واقعي ميكس فن تجريدي كانت اللوحة ميكس رسمت فيها عن تقريبا عن نفس الشيء التراث القطري ومكسة مع الفن التجريدي كان المعرض اسمه من قطر يعني الزمان بعد بقول لك الزمان والوقت يعطي الفنان الهام اكثر في ابداعاته يعني ما تفكرين شيء حق اليوم الوطني ولا اي مناسبه جايه بما انه ما باقي شيء هو ان شاء الله انا عندي مشاركه في اليوم الوطني ان شاء الله وما عندك معارض ان شاء الله في الايام الجايه في ورش ان شاء الله راح اسويها في ورش انت تقدمينها حق يعني لو نقول الحين المشاهدين قاعدين يتابعونا واكيد حابين اللي يعني يحبون يرسمون اكيد حابين بعد يتعلمون منك شيء ما شنو الورش اللي تقدمينها لهم ومتى يعني راح تبدا هو لحد الحين ما تحددت بس هي ورش فنيه بتكون عن الرسم واعمال يدويه ان نسوي نفس الشيء الفن باعمال يدويه بادوات صغار يقدرون يستخدمونها وهم بعد الرسم لكن تقدرين تستعينين بخديجة فن الكروشيه إن شاء الله زين لكن أكيد الفنية لها عدة خلينا نقول فروع ولا عدة أقسام قولي لنا إيش الأشياء الفنية الورش الفنية اللي راح تفتتحينها بتكون ورش رسم تعليم الرسم من الأساس كبداية حق الأعمار الصغيرة إن كيف يمسكون القلم مع اللوحة أو كيف يستخدموا الألوان المائية أو الفرشة فبنعطيهم أفكار من هم صغار عشان كل واحد يشوف نفسه هو وين يقدر يبدع فيه في الرسم زين والأعمال اليدوية الأعمال اليدوية أيضاً بيستخدمون أنهم أغراض يقدرون يبدعون فيها كيف يقدرون يسوون منها قطعة فنية فبنعطيهم نساعدهم في تكوين الأفكار في الفن الحديث يعني زين أستاذة منال
استاذه منال، نسالك عن تغيير عاده يعني تقديم الفاله في العيد. شلون نحن نقدر نقدم؟ مثلا انا عندي الحين نقول قدامنا كافي، شلون اقدر اقدم بدال الكافي سله فواكه؟ يعني هو الكافي هو يعني ما اقدر استغني عنه، بس ممكن احط نوع واحد كافي ومكسرات، واحط مثلا فواكه مجففه وفواكه طبيعيه، فأكون هالشكل أنا أدخلت يعني عناصر غذائية مفيدة. وما ننسى أن الكافي هو عبارة عن سكر وكاكاو ودهون، فلما أجي أنتقي مثلا الأشياء الثانية أحسب في نفسي أو ربة البيت لازم تراجع نفسها أنه هل الطاولة أو الفالة فيها جميع العناصر الغذائية، عشان أعمل خيارات يعني واسعة للشخص أو للضيف. ممكن يكون هذا الضيف عنده مرض، ممكن يكون عنده شيء. طبعا الكافي هو في عنصر الحديد مهم يعني الكاكاو، لكن ودائما اذا انتقيت الشوكولاته اللي هي اقل محتواها من الكريم وفيها تركيز الكاكاو اعلى، كل ما كانت فائدتها افضل. فممكن الجا مثلا ان تكون الشوكولاته من الشوكولاته السوداء، طبعا الدارك شوكليت، الدارك شوكليت بتكون ممتازه وبتكون مفيده للصغير وللكبير نفس الشيء. ولو اخذ الضيف منها قطعه واحده مش راح تضر ان شاء الله. كان احب الشوكليت، فكيف اكل الشوكليت بس بطريقه صحيه اكثر؟ قلتي الدارك شوكليت، صراحه انا ما احبه زين، فاحب مثلا هالشوكليت اللي قدامنا، فكيف اكله بطريقه صحيه؟ يعني شايف هالشوكليت ايش فيها من داخل؟ فيها مكسرات وفيها فستق وفيها كريمه، فهي هذه بتكون اغنى يعني، ممكن اخذها بكميات بورشنز او احجام صغيره. ممكن تاخذينها على مرتين، تاخذين حبتين، لا تقسمينها على مرتين كلها حبه كامله مره واحده تاكلينها. اذا طبعا ما عندك سكر ولا ما عندك اي امراض ثانيه تقدرين تاكلينها، بس المهم انها تحرقين اللي كلتي بالمشي. احنا للاسف يعني انا الحين سافرت انتبهت انه حتى كل شيء موجود في الكانتينات او في السوبر ماركتات مكتوب السعرات الحراريه عليه بشكل واضح وخط كبير. اكيد، بس احنا للاسف عندنا في الدول العربيه كلها لحد الان هذه السياسه مش موجوده، ونتمنى انه يعني من مجلس الاعلى للصحه احنا نشوف يعني في بعض من المحلات يكونوا موجودين. موجودين لكن مش ظاهره، مش واضحه، ومش على كل الاشياء. شوفي يمكن نحن، انا عن نفسي اتكلم، انا ما اقرا. ما تقرين؟ انا ما اقرا انه السعر الحراري. او في بعض الدول الغربيه صارت مثلا تحط لك ارفف حمراء، هاي عالية السعرات الحراريه، وارفف خضراء هاي الصحيه، وارفف يعني المتوسطه السعرات الحراريه. فالثقافه ان كميه السعرات الحراريه هذه لازم تنتقل عنا، ولازم انه يبدا الشخص يراقب نفسه، لان نسبه السمنه عنا في الدول العربيه وخاصه منطقه الخليج اصبحت يعني عاليه جدا. والكل سمع عن عمليات قص المعده وعمليات، فاصبحت سوق تجاري يعني ما له داعي بصراحه ابدا. انزين برجع لك بخصوص قص المعده والتغذيه، لكن خليني اروح حق خديجه. خديجه، في سؤال دار في بالي، كيف تحين التراث القطري من خلال فن الكروشيه، ولا اي فن تقومين فيه من الاعمال اليدويه اللي تقومين فيها؟ والله انا احب احط ساعات القطع القديمه مالت الجلابيات، يعني تعرفين الديزاين القديم. أيوة. شلون، فساعات احب ان احطها على شكل بكشه، يعني اللي هي تحطين فيها الاغراض كلها بالحلويات، اذا انت بتسوين حق حلاوه يعني اغلفها بالقطعه ذي واحط فيها الحلاوه القديمه، مش الحلاوه يعني هذه. تصدقين مربوطه هاي الجلابيات القديمه اللي عليها ورود، في منهم سووا منها شناط، في منهم سووا تشكيلات ثانيه بعد. اي وايد اشوف الحين في كل شيء، اول ما تروحين اي مناسبه يقولون لك اي هاي الحين انت تبين حق العيد، هاي انت تبين حق شو اسمه حنا، والله تبين خلاص هاي شو اسمه موجود. هل تشوفين مواقع معينه ولا اشياء معينه تجددين تفكيرك فيها، تزيدين على الفكره نفسها وتطلع اروع؟ اي اشوف يعني بعض الافكار ادخل مواقع انجليزيه، يعني لانهم اكثر شيء يعني حق اعاده التدوير، يعني اشياء وايد عندنا في البيت احنا ما نستخدمها، يعني احنا علب الكافي ذي بدل ما اقطها استخدمها مره ثانيه، احطها حق الاغراض يعني او حق زينه، يعني اقدر اركب عليها شيء واستفيد منها بدل ما انا يعني اقطها وعقب ادور لي على شيء والله اروح اشتري لي من المكاتب يعني. فلا، في اغراض انت تستفيدين منها، انا وايد اغراض اجمعها
في الأخير يقولون لي ليش يتجمعين يعني أغراض وايد، أقول لهم ما أدري يعني أبي أسوي فيها شيء بس انطروا علي يعني لين تطلع فكرتك وتبدعين فيها. وأشوف يعني في المواقع الإنجليزية الفكرة بس إني أغير عليها فتطلع خليجية تراثية أو حق تزيين في الخليج. الحمد لله زين حوارنا مكتمل وياكم إن شاء الله مستمر مستمر وياكم إن شاء الله بإذن الله. لكن خلنا نروح نسمع هاي الأغنية ويا مشاهدينا ومن العايدين حق أخوي الفنان فهد الكبيسي. ومن العايدين من العايدين ومن الفايزين من الفايزين إن شاء الله. ومن العايدين من العايدين ومن الفايزين من الفايزين إن شاء الله. ومن العايدين من العايدين ومن الفايزين من الفايزين إن شاء الله. أحباب أحباب علينا يا العيد عود علينا يا العيد عود عود علينا يا العيد.
مشاهدينا مستمعينا رجعنا لكم مرة ثانية. طبعا في العيد طبعا ولا بيت يخلى من الحلويات نفس ما قلتي أستاذة منال. طبعا وفي نفس الوقت ممكن أن نسوي فيه تشكيلات نفس ما قالت خديجة بالورد وغيره, وفي هناك محلات متخصصة يعني من هالمحلات, وكيف استقبلت العيد وزحمة الناس على هالمحلات خلنا نشوفها مع بعض. أصبح من النادر اليوم التواجد في مناسبة سعيدة من دون رؤية باقات الزهور في البيت القطري. التعامل مع الورد هو نوع من فن وذوق في النهاية, يعني في العمل في هالمجال, يعني الورد والشوكولات وكذا, يعني ما في بيت قطري إلا يكون فيه الورد متوفر في هالمناسبة. وللورد ألوان وتأثيرات, ولكل مناسبة لون وما يعنيه. فالورد الأبيض مثلاً يبعث على الهدوء وصفاء النفس, فيما الأصفر يحفز على النشاط العقلي ويقوي الذاكرة, بينما يرفع الأحمر مستويات الطاقة والحيوية. محلات الزهور أدركت حاجة السوق وأهمية هذا المنتج, فلم تتوقف عن التطوير المستمر في تقديم الأفضل والأجود إلى زبائنها. الزبون أول ما يوصل عندنا في عندنا الآيباد والوسيلة والطريقة لأخذ طلبات عن طريق الآيباد, عن طريق الشخص يعني السيلز عندنا يقعد مع الكاستمر نفس في الشوروم يأخذ الأوردر عن طريق كل آيتم, يعني كل زهرة معينة يكون لها رقم, يعطيها رقم معين عن طريق الرقم يتم أخذ الأوردر طبعا. وقد أصبح ترتيب الزهور وتنسيقها في باقات متناسبة الأشكال والألوان فناً في حد ذاته. وصل الورد هو طبعاً يتم استقباله في ثلاجات خاصة تبريدية, بعدين يتم فتح الكراتين وتقطيعها بشكل معين يعني في شيب معين, وعمله في الباكتات, في باكتات خاصة يتم تطعيمها بفود طرحها في الماء عشان بس تقتل البكتيريا وتعطي أكثر تغذية, يعني بيحاول مدى الورد يكون أطول, يعني بدل يقعد 3-4 أيام يقدر يقعد 8 أيام. وبعدين يتم إنزاله في الشوروم نفس الثلاجة أنت شايفه هنا, وتنزيله كل يعني كل نوع أو كل زهرة يتم أعطاها كود معين أو رقم معين, تدخل برقم معين عن طريق يعني الكاستمر أول ما يوصل يأخذ الأوردر عن طريق الرقم يقدر يأخذ الطلبية. نحاول نعطي قصارى جهدنا الخدمة الجيدة للزباين وأهل قطر إن شاء الله, وكل عام أنتم بخير. وتبقى الزهور كما كانت منذ القدم رمزاً للحب وتعبيراً عن دفء المشاعر في المناسبات السعيدة. رجعنا لكم مشاهدينا بعد ما شفنا التقرير عن الورود وألوان الورود الحلوة اللي طلعت ضيفاتنا نفس ما شفنا. خديجة, أنت أي ورود تحبين تستخدمينها دائماً في عمل أي يعني في أي عمل أنت تسوينه؟ الأعمال اليدوية. والله أنا أحب الطبيعي بس هاي المجفف. أنت استخدمتي المجفف؟ أي يعني المجفف لأنه بيتم يعني هو كزينة, وأنت أصلاً تشوفينه في كل مكان عندك, يا في البيت تشوفين في المزهرية والله في. هي ميزة المجفف. المجفف اللي تفضل طويلة بس الطبيعي. أحلى. ليش تفضلينه مع إنه يذبل بسرعة؟ لا والله حلو إذا أنت بتقدمينه هدية حق حد. حلو أكيد يعني أكيد كمنظر أحلى. كريحة شو اسمه بتحطينه في مكان يعطي الجو يعني المكان جو غير هذين إحاء لون الطبيعي ايه؟ يعني يكون إحاء للنفس أفضل ايه من الورود الصناعية ايه فتحسين أحلى طبيعي. أنا مش فنانة بس يعني كل في كل إنسان في نحس فني ايه أنا كنت أسألها تحبين يعني كنت أسألك إذا في سمعت إن في ورد طبيعي يتم فترة طويلة ما يذبل. هاي أنا هاي اللي أنا قلت لك إن أنا رحت ويا رفيقتي إن رحنا محل وقالوا لنا هاي يعني الورد ما يذبل
وحتى شفنا يعني قال هاي مدة طويلة، هاي من سنة ما أدري كم. ليش يعني ما سألتي السبب؟ لا والله، بس هو يقول إحنا نحط له يعني، هو من طبيعته إنه هو يتم يعني، وهم على ما أعتقد يحطون له مادة يعني إنه يتم مدة طويلة ما يذبل. إنزين شيماء، بالنسبة حق الورد والطبيعة، فهل تشاركين هالإبداعات في رسماتك يعني؟ إيه وايد الهمني الألوان، تلهمني الألوان وشكل الطبيعة، شكل الوردة. إن سبحان الله شلون يعني أوراقها شلون ملفوفة على بعض، هاي كلها يلهمني. شكل جميل. إيه؟ زين وغيرها من المناظر الطبيعية؟ وايد أشياء تلهمني، أحب أرسم الطبيعة وغير أرسم الويوه. هم بعد الويوه تلهمني في الرسم. وأحب أشكل فيها. يعني تشكيل دائما البنات سبحان الله يحبون يعني من نقول إنه يحبون يبدعون في الألوان. صحيح. سبحان الله. زين فهل انت تفضلين الالوان زين ولا تفضلين اللون اللي على ما اعتقد تسوونه بالرصاص الابيض والاسود؟ فاكثر لوحاتك هل تكون بالالوان ولا بالابيض والاسود؟ لان انا شفت ابداعاتك بالابيض والاسود صراحه. احس في تناقض في الموضوع، لان انا لما اجي ارسم احس نفسي تلقائيا ابيض واسود، بس انا تشدني الالوان صراحه، تشدني الالوان، وفي عندي لوحات بالالوان، بس يمكن اكثر شيء يعني دارج عندي بالابيض الاسود، انا احسه يبرز الرسمه يعني من نظرتي انا، لان انا كلها وجوه، لوحات اكثر شيء رسمتها وجوه، فاحس انه بالابيض الاسود تبرز الملامح اكثر. اي لان في تحديد في ظل فيها الامور. زين لكن المناظر الطبيعيه لك تجبرين انك تحطين الوان. إيه؟ لان يعني شلون بتبين السماء خط السماء عن خط الارض؟ صح كلامك. فلازم الالوان. صح كلامك. فاي في المناظر الطبيعيه اكيد الالوان تستخدم، خاصه في تدرج بعد الالوان. هاي بعد يعطي اللوحه اكثر جماليه. وايد حلو. استاذه منال تكلمنا عن الالوان، ويعني كل واحده فيهم طلعت على الالوان اللي تقدمها في كل فن من فنونها. في الاكل اكيد. أيوة. في فن في الاكل شلون انا اقدر يعني اقدم اقول اشكل في الوان الاكل عشان احبب طفلي انه ياكل الاكل؟ هذه هي طرق الطبخ الصحي او تقديم الطعام بطريقه صحيه او مستحدثه على اساس اجذب الطفل انه ياكل. يعني ممكن استخدم مثلا الفلفل الحلو، الالوان الاصفر والاخضر والاحمر، الجزر، الخس، الخيار، اقطع بطريقه جميله. وفي بعض ادوات التقطيع الحين تعطيكي اشكال، عشان اجذب الطفل انه ياكل الخضار او الفواكه اقطعها بطريقه يعني طريقه مختلفه، تعطيكي اشكال، في اشكال مثل زجزاج، في اشكال مثل الحلزون. الحلزوني، فهذا يجذب الطفل انه ياكل. ايضا مثلا بالنسبه لفاله العيد يعني استحضرتني فكره انه نستخدم الاطباق الصغيره البلاستيكيه اللي هي تستخدم للتشيز كيك، في منها اشكال على شكل مثلثات او اسطواني او دائري، تقطع الفواكه بشكل مثلا دائريه، آلات التقطيع الدائريه، وترص في الحلزونيه بطريقه ملونه مختلفه. فهذا اكيد الطفل لما يشوف، لان الالوان مثل ما تفضلوا اخواتي هي تجذب النفس، اي نفس احنا يعني الطبيعه دائما تدخل للروح الإنسانية بشكل أفضل من الشيء الصناعي، لأن إحنا تربينا في هذه الطبيعة وإحنا أصلاً منها يعني منها رأسنا. وخاصة مثلاً لو زينت بطريقة مثلاً استخدمنا سعف النخل من تحت، لأن إحنا يعني أنا أحس بالنسبة لي النخلة ترمز لي شيء، لأني أنا انولدت وعشت يعني في هالمنطقة اللي هي أنا ربيت النخلة أمامي، فأي بيت بدون نخلة أحس إنه في شيء ناقصه. صح أكيد. فممكن تستخدم الأشياء اللي قريبة للنفس، فعشان أجذب الطفل أنه يأكل وعوده أصلاً. ومثل ما شفنا أن ناصر ما شاء الله عليه يعني بدأ الأطفال أو المرحلة هذه الجيل دائماً طبعاً الأشياء التلفزيونية، الأشياء الكرتونية تكون تنشر الوعي، وأيضاً مثلاً المناهج التعليمية مناهجنا صارت أفضل من هاي الناحية الحمد لله، ونتمنى أنهم يستمروا مجلس اعلى التعليم في هذا الشيء. بعد الحين من اللي قال بعد قاموا يدشون المطبخ يسوون لهم حلويات، بس صحيح. كيف انا اقدر احضر سويت بس بطريقه صحيه ومفيده؟ يعني في بعض المحلات انا ايدهم على نقطه ان التمره هم يحطونها ما يحطون وياها سويت ثاني او سكر ثاني. أيوة. ويلفونها يا برول ولا يحطون بسكوته تحته، يعني هالاشياء جدا مفيده الطفل ياخذها. او مثلا الكيكه مثل ما تفضل ناصر قال انا احب الكيكه اللي فيها فواكه، مترس فواكه، ممكن احط كيكه مثلا وازينها في الطبقه اللي هي العلب البلاستيكية هذه الموجودة في بعض المحلات، وتكون سعرها رخيص جدا يعني وشفافة، أحط مثلا طبقة كيك
مقطع بشكل دائري او بشكل حسب شكل الكونتينر او العلبه نفسها، وبعدين طبقه فواكه، بعدين شريحه كيك اخرى، وبعدين شريحه فواكه ثانيه. فهي اكيد الطفل لما يشوفها مع مثلا ايس كريم او يوغرت مثلج ملون بيكون رائع. وبعدين في الات صنع الايس كريم في البيت اللي هي عباره عن تجميد الفواكه وتدخلينها حتى في التعليم المبكر. فيه بالفعل يعني يعطيكم العافية ضيفاتنا على المعلومات اللي قدمتوها، كل الشكر لك منال المسلم، شيماء اليافعي، خديجة الصايغ، وبعد الله يخليك يا ناصر إن شاء الله تعلنا مرة ثانية العيد الجاي إن شاء الله. زين متينة إن شاء الله. وصلنا معاكم مشاهدينا لنهاية حلقتنا لليوم، نشوفكم بكرة على خير في حلقة جديدة من برنامجكم الصباح رباح. نودعكم الحين ونقول لكم كل عام وانتم بخير، في أمان الله. فأمان الله.